السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم مره تانية على قناه عياده الاطفال. معك دكتور يوسف فضل استشاري طب الاطفال وحديث الولاده في حلقه جديده النهارده على القناه، وهقدم لكم 5 فواكه مهمين جدا اثناء الرضاعه الطبيعيه. يمكن الرضاعه الطبيعيه مفيده للطفل ومفيده كمان للام. في حلقه النهارده ان شاء الله هقدم لكم اهم 5 فواكه عشان هتزود اضرار الحليب وهتكون مفيده جدا جدا لصحه المرضعه. اول حاجه وهو التين. التين من الحاجات الكويسه جدا، الفاكهه الصيفيه الكويسه جدا اللي بتحتوي على الفيتامينات والمعادن، بتحتوي على الكالسيوم والحديد والالياف، بتحتوي على فيتامين ب، وكمان بتحتوي على عناصر غذائيه كتيره جدا جدا بتزود اضرار الحليب. لازم حضرتك تاكلي ثمره او اتنين على الاقل كل يوم، لانه هيحسن كفاءه الجهاز الهضمي وكمان هيزود اضرار اللبن او الحليب في صدرك عشان الطفل بتاعك يشبع. الفاكهه الثانيه وهي الكانتالوب. الكانتالوب من الحاجات الكويسه جدا. الكانتالوب مصدر كبير جدا للميه، وبالتالي هيزود اضرار الحليب. الكانتالوب فيه فيتامينات ومعادن كمان، الكانتالوب فيه الياف، وبالتالي هيساعد برضو على تحسين وظائف او الجهاز الهضمي بتاعك وعمليه الهضم بتاعتك، وبالتالي هيخليك دايما معدتك مستريحه. دايما كل يوم او كل اسبوع لازم تكوني بتاكلي كانتالوب، لانه مهم جدا 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 عشان بيزود اضرار الحليب في صدرك. الفاكهه الثالثه وهي الافوكادو. الافوكادو يمكن من الحاجات الكويسه جدا. الافوكادو برضو بيحتوي على الالياف، الافوكادو بيحتوي على فيتامينات ومعادن، ومهم جدا عشان اضرار الحليب. الفاكهه الرابعه وهو الموز. الموز من الحاجات المهمه جدا. الموز مصدر كبير البوتاسيوم. الموز يعتبر ملين طبيعي، بيساعد على حيوية ونشاط الجهاز الهضمي بتاعك، وكمان بيزود إضرار الحليب في صدرك. لازم كل يوم على الأقل أو مرة أو اتنين في الأسبوع تكوني بتاكلي موز على المائدة بتاعتك، يكون موجود الموز. الفاكهة الخامسة وهي البابايا. البابايا يمكن من الحاجات الكويسة جدا، مصدر غني بفيتامين سي. البابايا فيها كمية كبيرة من الألياف، وده بيساعد على حيوية ونشاط الجهاز الهضمي بتاعك. كمان تعتبر هي مصدر كبير جدا لضرار الحليب في صدرك. لازم تكوني حريصة ان انت تاكلي ثمرة البابايا مرة على الاقل في الاسبوع، لانها هتساعدك جامد جدا ان هي تزود اضرار الحليب في صدرك، وبالتالي هيكون مفيد ليكي ومفيد لطفلك ان شاء الله. دول كانوا 5 حاجات مهمين جدا: التين والكانتالوب والافوكادو والموز والبابايا. دول 5 فواكه مهمين جدا جدا عشان يزودوا اضرار الحليب في صدرك. لازم تكوني حريصة ان انت تاكلي ال5 فواكه دول. اتمنى تكون حلقتنا قصيرة ومفيدة. تحياتي لكم كلكم، كنت معاكم دكتور يوسف استشاري طب الاطفال وحديث الولادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.